قوي قوي، ماتشين هيكونوا صعبين جدا حتى لو الاثنين عندنا في القاهره، لكن في نفس الوقت مش سهل مش سهل، المهم تبقى مركز وباذن الله باذن الله تقدر تتاهل من خلال انتصارين، وده اللي هيرضي جماهير النادي الاهلي، يعني انك تكسب الماتشين، مش تكسب ماتش وتتعادل ماتش وتتاهل، لا انت عايز تكسب الماتشين عشان تبقى مطمن وعشان تدي يعني ايه رسائل قبل دور ربع النهائي باذن الله تكون رسائل قويه، ايا كان انت هتقابل مين بقى ساعتها، ان شاء الله الاهلي يكون موفق. طيب المصري اليوم وحسابهم على تويتر طلب وحيد من موسيماني المسؤول الاهلي قبل مباراتي المريخ والهلال. هو الراجل يعني اتكلم في المؤتمر الصحفي امبارح بعد الماتش وقال ان هو بيتمنى، يعني هو استشهد بالمغرب وان في جماهير كتير جدا بتحضر للانديه المغربيه في الملعب بعد ما خلاص يعني الامور بقت كويسه، فقال اتمنى ان الجماهير الاهلي تكون عددها اكبر ويتم سماح لعدد اكبر من كده ان هو يحضر الماتشين اللي جايين والمباريات بشكل عام، لان اكيد هيكونوا دول قوه اضافيه بالنسبه لنا. زي ما شفنا جمهور الاهلي في ماتش بيراميدز مثلا، جمهور الاهلي في ماتش بيراميدز كان حاجه جميله جدا، كان جمهور فعلا فعلا رجح كفه فرقته كالعاده، يعني جمهور الاهلي موجود في المدرجات من غير اي تجاوز من غير اي شتائم، في رسائل قويه لكن في نفس الوقت ما فيهاش تجاوز، في نفس الوقت ساعدوا الفرقه وشجعوا الفرقه بشكل كبير جدا، فبالتالي كان الناتج ايه؟ ان الاهلي كسب نتيجه ساحقه، كسب بيراميدز 3-0 يعني. فنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكون في عدد اكبر من الجماهير لان ده هيفرق معانا قوي، سواء بقى باذن الله ماتشين الهلال والمريخ او المريخ والهلال او بعد باذن الله واحد احد ما نتاهل لدور ربع النهائي ونتوالى يعني في الادوار وان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه، فهنبقى محتاجين جمهور النادي الاهلي منتهى شده، او النادي هيبقى محتاج جمهوره يعني كالعاده. حساب مبتدئ حقيقه تغليظ عقوبه الاهلي بعد الخساره من صن داونز، ودي جزئيه مهمه يا جماعه، مش الاهلي مش عشان يخسر اي ماتش فبيبقى فيه عقوبات كبيره وبيبقى فيه، لا انت في كل الاحوال بيبقى عندك لائحه انت بتمشي على اساس اللائحه دي، بتكسب بيبقى ليك مكافئات، بتخسر بيبقى ليك عقوبات، او بيبقى يعني اللائحه زي ما هي بتقول البنود هي ايه، فبالتالي بعض الاحيان ممكن تضاعف العقوبه لو بقى هزيمه، يعني مثلا زي مثلا هزيمه 5 بتاعه صن داونز ايام لاشارتي مثلا، ساعتها لا كان لازم تضاعف العقوبه وايه تضاعفها 10 مرات كمان، لكن هزيمه زي امبارح هي خرجتك من البطوله؟ لا، فرصك كبيره في التاهل طبعا كبيره باذن الله تعالى، فهو هتمشي طبقا للائحه، فمفيش اي تغليظ للعقوبات خالص ولا اي كلام من هذا القبيل يعني، فده بمنتهى الوضوح الامر ده يعني.